السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع: القلب المطمئن. القلب المطمئن هو القلب الذي فيه السكون ويطمئن عند ذكر الله سبحانه وتعالى. القلب المطمئن يعرف أنه مقبل على رب رحيم حنون غفور، فالنفس ترتاح وتطمئن، فلا يوجد شيء يقلقها. القلب الروحي المطمئن هو القلب السليم الذي فيه نور الإيمان وحب الله وحب الناس وكثرة الاستغفار ومتوكلا على الله. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلب المطمئن يعكس نوره على وجه صاحبه، إنه صاحب النفس المطمئنة، فتكون عنده طاقة إيجابية عالية، فهذا الشخص إذا رآه أحد أو كان قريبا منه يشعر بالراحة والمسرة. أما الشخص الذي يرتكب الذنوب والمعاصي ويعمل القبائح ويؤذي الناس بالغيبة وينقل الأقوال الكاذبة لعمل الشر والمشاكل وعمل السحر لإيذاء الناس، كلهم تكون قلوبهم مضطربة ونفسهم خائفة غير مطمئنة، وهي النفس الأمارة بالسوء، وهي التي مصيرها التعاسة في الدنيا والآخرة. صاحب النفس الأمارة بالسوء عند الموت تستقبله الملائكة الشداد الغلاظ، وهي بداية تعاسته وشقائه، وتدخله بشدة وعنف وبغير عطف وحنية إلى عالم البرزخ المظلم مع الأشرار والتعساء. صاحب القلب المطمئن يحب أن يحصل على دليل مادي حسي، إما بعيونه أو أذنه أو من أحد حواسه الأخرى، ليعلم بالشيء ويتأكد منه ليترقى إلى درجة أعلى من علم اليقين. إبراهيم عليه السلام أحب أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين، أي ليزداد يقينا ويزداد إيمانه مع الإيمان الذي في قلبه، حتى لا يدخل قلبه الشك. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي.